في زيارة غير معلنة مسبقاً أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله المحتلة، تناولت تنسيق الجهود حيال مختلف القضايا وفي مقدمتها حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة من اعتداءات سلطات الاحتلال ومستوطنيه. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. هذه طائرة هليكوبتر عسكرية أردنية تحلق في سماء فلسطين. فنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ناصر جودة وصل اليوم إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله للقاء الرئيس محمود عباس وبحث الجهود الدولية لتحريك مسار المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، فيما أكد عباس على السعي للذهاب إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص وقف الاستيطان، مشيرا إلى الدعم الفلسطيني والعربي للأفكار الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام تنبثق عنه آلية حل للقضية الفلسطينية. نرى جميعا هذا الجمود في تحرك المجتمع الدولي للانتباه مرة أخرى إلى القضية الفلسطينية وأهميتها ومركزيتها ومحوريتها، وهذا هو موقف جلالة الملك وموقف الأردن. مهما حصل من تطورات، مهما حصل من أحداث، تم التطرق إلى موضوع الكاميرات وهي مبادرة أردنية حقيقة تعرقلها إسرائيل الآن، بالمناسبة تحاول أن تعرقلها بأي شكل من الأشكال، لكن مصرين بأن هذه الإجراءات هي إجراءات لحماية المسجد الأقصى. القيادة الفلسطينية أكدت دعمها لجهود الأردن لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، ومسألة وضع كاميرات مراقبة حية في باحات الأقصى لكشف الاعتداءات والمحاولات الإسرائيلية للإساءة لحرمة الأقصى. نحن نثمن عاليا ما يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني من ترسيخ في الثقافة الدولية بأن الانتصار على الإرهاب في هذه المنطقة يتطلب وقبل أي آخر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. تباحث سيادة الرئيس مع أخي ناصر اليوم حول موضوع المؤتمر الدولي والأفكار الفرنسية، حول مجلس الأمن بقرار حول الاستيطان الاستعماري، حول القضايا المتعلقة بالوصايا الأردنية على الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس، ونحن نثمن عاليا كل ما يقوم به الأردن الشقيق في هذا المجال. زيارة وزير الخارجية الأردني للأراضي الفلسطينية تتزامن مع تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وضرورة وضع حد لهذه الاقتحامات التي تستهدف الهوية الإسلامية العربية لقبلة المسلمين الأولى. من مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله المحتلة، نبال فرسخ، رؤيا.